بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اليوم كملنا تحضيرات متاعنا، حاضرين إن شاء الله على أتم وجه. غدوة باش تكون المباراة صعيبة ضد منافس محترم، معناها الأول في الدوري متاعه في الدوري العماني، وإحنا زادة حاضرين. هذا حالنا، معناها حال الفريق الكبير إنه يلعب على أكثر من واجهة. سكرنا ملف وصفحة الكاس، فرحنا مع جمهورنا، توا باش نخمو في ماتش الكاس العربية اللي باش هو باش يهزنا لدور المجموعات إن شاء الله في السعودية. هذا الشوط الأول غدوة إن شاء الله باش يكون، نحاولوا نكونوا حاضرين 100% ونعطي وقفة معنا إن شاء الله، وبالطبيعة باش يكون الجمهور متاعنا حاضر اللي باش يستندنا كالعادة كما متعودين، وإحنا باش نعطيه أقصى معنا إن شاء الله. وإن شاء الله شوط أول يكون باهي، نحسموا به الشطر المهمة باش نكملوا الشطر الثاني غدا.